فضيلة الشيخ، يوجد كتاب بعنوان مناظرة مع أهل الكتاب لمؤلف مصري وهو من العصريين، وهو ليس معروف بالعلم، يستدل على القرآن من التوراة والإنجيل، ويقول عن الشيعة ليس بيننا وبينهم خلاف في الأصول، هم إخواننا لأنهم يقولون لا إله إلا الله، وكل من قال لا إله إلا الله فهو أخونا. الكتاب أنا ما رأيته، ما أدري عنه، ولكن قوله بأن الشيعة ما بيننا وبينهم خلاف في الأصول وإنما الخلاف في الفروع، هذا يدل على جهله، يدل على أنه جاهل أو أنه مضلل، يعرف ولكنه مضلل. الخلاف بيننا وبينهم في الأصول ما هو في الفروع فقط، بيننا وبينهم خلاف في العقيدة،